صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح النور، الله يعافيك. في حدا عنده أي استفسار أو شيء قبل ما نبلش؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. بدي أسألك على الكويز سؤال. هسا بالنسبة لأول سؤال اللي هو كان فيه آدر، تمام؟ كان فيه خربطة صح؟ إنه أنت حاطة هاي هو آدر. مظبوط، هو محطوط هاف ادر، ما حدا سألني عنها، بس هو مبين من الانبوتس انه هو فول ادر. تمام. عندي كمان سؤال، هسا الكري بالهاف ادر هاد يعتبر يو ولا سي ان اللي بالجدول؟ I think سي ان كومبلمنت. تمام، بس يعني سي يو ان هي اليو هي فاهم. سي ان كومبلمنت. انا هيك حليت، بس طولت عليها فترة عشان يعني سي ان هي اختصار لايش؟ ذكري ان، ففكرت انها هي فايت دايركت، ما فهمتش يو يعني عن ايش بتعبر يعني. لا، هو انت يعني هي الفكره انك تربط بين التيبل وبين الرسمه بغض النظر شو التسميات، يعني اوكي انه هاي ادر وهي عندك هون في انبوتس، بدك تربط بين التيبل. لو حطيت لك اياهم اكس واي زد بدك تعرف، لو حطيت لك اياهم اي بي سي بدك تعرف. واضح انه هي انا عندي تيبل، الهدف انك تشبك بينهم بالضبط، بس هي لو كانت اي بي سي احسن مش سي ان، عشان سي ان بتهيأ لي انها كاري ان، يعني هي من اسمها هي اختصار لكاري ان، فما بعرف. يعني. هيك اجت التسمية بالتابل. هو باي ذا واي اي ثينك انه هذا من اسئلة الكتاب، مش متأكد، كأنه من اسئلة الكتاب. تمام، يسلم ايديك. اوكي، مين عنده اي سؤال كمان؟ مين عنده اي استفسار؟ انا رح انزل لكم الكي ان شاء الله، بلكي بعد المحاضرة رح انزل لكم الكي ل شعبتين، يعني لكوزين طبعا شعبتين، عشان تصير عندكم أفكار للأسئلة. وطلعوا على أسئلة الكتاب، كتير فيها أفكار حلوة. كمان المحاضرة الماضية ما نزلتها، طولت لعملت editing، إن شاء الله اليوم بنزلها. في حدا عنده أي سؤال تاني؟ أوكي، هلأ إحنا في عنا هون diagram. مرة الماضية حكينا فيه، حكينا انه هاي هي البيسك كومبوننتس، او خلينا نحكي شوي بلشنا نربط الامور مع بعض بالبيسك كمبيوتر اللي بدنا نحكي عنه. طبعا هلا الاشياء اللي حكينا فيها انه عندنا الانستركشن فورمات بهذا الكمبيوتر 16 بت، والميموري 16 بت، فكمان الاوبرند اكيد رح تكون 16 بت. اوكي، فخلينا نحكي انه هذا السيستم هو 16 بت سيستم، انه خلاص هو بيشتغل على 16 بت. هلأ كمان شغلة حكيناها المرة الماضية إنه عدد البتس اللي موجودة بالإنستركشن فورمات اللي جاهزة لتكون للأدرس 12 بت، وهذا حكم إنه صار عندنا السايز للميموري 4K. أوكي، في حدا مش واضحة عنده هاي قبل ما نمشي على الموضوع اللي بعده؟ هلأ هدول ال 12 بت هم اللي حكموا إنه هون يكون عندي ال 4K اللي موجودين بالميموري. طبعا حكينا كمان في عنا اكسترا، خلينا نحكي ريجستر اللي هو سميناه الاكيوميليتر، وحكيت لكم انه هذا اغلب العمليات الحسابيه بتتم فيه. اوكي، هلا هذا هيك يعني كبدايه بدنا نبلش نحكي عن الديزاين. طبعا هون الاوب كود كان 4 بت، حكينا هذا بيسمح ب 16 اوبريشن. اوكي، ال 12 بت زي ما حكينا بيسمح ب 4K ووردز اللي موجوده بالميموري. هلا الاوبرند سايز له مرتبط بالسايز للميموري، او خلينا نحكي الويث له مرتبط بالويث للميموري اللي هو 16 بت. اوكي، هلا نحكي بموضوع اسمه ادريسنج مودز. هلا ادريسنج مودز اللي هو كيف نوصل للاوبرند، يعني كيف الطريقه او شو النوع اللي موجود هون اللي بخلينا نوصل للاوبرند. هلا احنا بشكل عام حكينا انه الاستراكشر للانستركشن فورمات يعني هو عباره عن اوب كود واوبرند او ادرس. هلا الاوبرند اللي هو بتكون القيمه دايركت ماخذها، الادرس بتكون القيمه بالميموري وبحكي لك من وين تروح تجيبها او من وين يحملها عشان يقدر يقراها. اوكي، فهون الاوب كود بحدد الجزء الثاني كيف نقرأه، هل نقرأه دايركت، هل نروح على الميموري نجيبه. هلا احنا بنعرف انه دائما
الجزء الادرس او جزء الاوبرند راح يكون sequence of zeros and ones. اوكي فهون راح يكون في عندي sequence of zeros and ones. هلا معنى الادرسينج مود انه هدول كيف اقراهم؟ يعني انا في عندي sequence of zeros and ones، هدول كيف اقراهم؟ اذا بدي اقراهم as operand فبدي اتعامل معهم as a number، اذا بدي اقراهم as address فبدي اتعامل معهم as address على الميموري. واضحه؟ اي سؤال هون دكتوره؟ يس. الفور كي اللي بالسلايد اللي قبلها هي الماكس صح؟ هي حجم الميموري اللي موجوده، خلينا نحكي حجم الميموري اللي ممكن تركب بهذا السيستم. اكبر حجم هي ممكن يركب. yes. اقل. هلا ممكن اقل اكيد. هلا اي كمبيوتر عادي هاي شغله موجوده فيه، انه مثلا جهازك كيف بحكي لك انه هذا الجهاز بيستوعب رام، انه بتقدر تضيف رام لحديث كذا، يعني مثلا جهاز بيستوعب لحديث 16 جيجا رام، اكثر من هيك ما بيستوعب، اقل اكيد بيستوعب، لانه بيكون عدد البتس اللي موجودين للادرس بيغطوا هاي السبيس اللي احنا بنسميه ادرس سبيس. تمام تمام اوكي. هلا هون في حدا عنده اي مشكله بشو الفرق بين الاوبرند او الادرس؟ حدا دكتور ممكن تعيديها بس الفرق بينهم اوكي. هلا احنا ننسى instruction format. هلا بشكل عام انا عندي sequence of zeros and ones، بدي اقرا هذا sequence. هلا لازم اعرف هذا sequence بيمثل رقم، بيمثل unsigned number، بيمثل signed number، بيمثل character، صح؟ لازم اعرف شو نوعه عشان اعرف كيف اقراه. هلا نفس الشيء هون، هلا هون انا عندي sequence of zeros and ones، لازم اعرف هل هم direct operand يعني اقراهم as number، ولا هم address اقراهم as an address اروح اجيبهم من الميموري. واضح؟ تمام. اوكي هلا كيف بدي اقرر؟ الاوب كود هو اللي بيساعدني انه اقرر هذا القرار عن طريق الفكره اللي اسمها addressing modes. اوكي فهلا شو الادريسنج مود؟ بحكي لي كيف بدي اقرا هاي البتس اللي موجوده اللي هي من 0 ل 11. هل الادريسنج مود دايركت؟ هل هو اندايركت؟ هل هو بدي اتعامل مع القيمه از اللي هو فاليو؟ فهاي اللي احنا بنعرفها من الاوب كود. اوكي هلا نيجي على الادريسنج مودز اللي افيلبل بهذا السيستم. هلا في عنا شيء بنسميه immediate mode اللي هو second part of instruction specifies an operand. هاي معناها انه من صفر ل 11 اللي هم البتس اللي موجودين عندي هدول بهذا الجزء عباره عن ايش؟ operand، يعني دايركتلي بدي اقراهم as a number. اوكي هون ما راح اقراهم as اللي هي memory address or whatever، هون راح اقراهم as a number. اوكي هلا هذا النمبر اللي انا بدي اقراه راح يكون الرينج له من 0 ل 2k to the power of sorry 4k to the power of 4k minus 1 او 2 to the power of 16 minus 1. اوكي فهو راح يكون بالرينج اللي احنا موجود عندنا، يعني اللي هو الرينج تبع ال 12 بت. اوكي فهو بقرا الرقم. يس دكتور يعني راح يكون هذا الجزء اللي راح نشتغل عليه صح؟ اللي هو خلاص بقرا الرقم بجمعه مباشره زي بتحكي x زائد 5. تمام يعني هي هاي الخمسه. اوكي هلا النوع الثاني اسمه دايركت address mode اللي هو second part of instruction specifies the address of an operand. اوكي هلا هون اللي هو بده يحدد انه address الادرس للoperand، يعني زي لما بدك تحكي x زائد y معناته انا بدي تروح تجيب لي اللي بالy مش زائد 5 اللي هي خلص خد هاي القيمه، لا روح جيب لي اللي بالy اللي هي زائد y. اوكي هاي بنسميها direct address mode. هلا في نوع ثالث شوي السيستم تبعه غريب عليكم بسموه indirect address mode. second part of instruction specify an address of memory
word in which the address of the operand is found. يعني هنا اللي بيصير إنه أنا بعطيك عنوان بتروح على هذا العنوان عشان تجيب عنوان الأوبرند. يعني في حركتين، يعني في عنوان بوديك على عنوان وهذا العنوان اللي بوديك على الأوبرند مش دايركت. هلا ليش هاي بنستخدمها؟ هاي بنستخدمها لما يكون في عندي جامبينج، لما يكون الجامب أو البرانش اللي هو بنستخدمه لما يكون في عندي لوبس أو كونديشن. هلا مش بحالة اللوبس أو بحالة الكونديشن في عندي بدي أروح على المكان هذا أو المكان هذا. هلا بالسي بلس بلس عندك if else، يا بتنفذ هاي الجملة يا بتنفذ هاي الجملة. هلا ال indirect addressing mode بنستخدمها بهاي الحالات، أو كمان بنستخدمها لما يكون في عندي function. هلا مش function بتروح على function بتنفذه وبترجع مكان ما كنت، فكمان بنستخدمها بهاي الحالات. فهي وجودها بيساعد بالتطبيق اللي هو ال branching اللي هو مش ال sequential، اللي عكس ال sequential. واضح؟ طبعا رح تتوضح معكم شوي شوي كيف بتشتغل. اي سؤال لهون؟ هلا مره ثانيه الادريسنج مودز، في عندنا الايميديت، الايميديت اللي هي القيمه اللي موجوده هي الرقم اللي انا بدي اياه. في عندي الدايركت، القيمه اللي موجوده هي عنوان الرقم اللي انا بدي اياه. وفي عندي الاندايركت، القيمه اللي موجوده هي عنوان لعنوان موجود فيه الرقم. واضح؟ اي سؤال؟ خلينا نيجي كيف بدنا نميز انه هذا دايركت ولا اندايركت ولا ايميديت. اوكي، هلا قبل هيك حكينا انه الانستركشن فورمات عباره عن جزئين، من 0 ل 11 للادرس، هيها موجوده هون، هاي للادرس. هلا احنا كان عندنا انه من 12 ل 15 كامله للاوب كود. هلا فعليا اخر بت اللي هي بت نمبر 15، هاي اللي هي بنسميها اي، اذا كانت زيرو بيكون دايركت ادريسنج مود، واذا كانت 1 بيكون اندايركت ادريسنج مود. يعني صفينا في عندي كمان جزء بدنا نميزه قبل ما نبلش شغل. باجي بتطلع على الاي، اوكي، يعني اول شيء بدي اعمله باي انستركشن، اول شيء بعمله بروح بتطلع على الاي. إذا كانت زيرو معناته هاي الادرس هو الادرس للأوبرند، وإذا كانت 1 معناته هذا ادرس لادرس للأوبرند. هلا الأوب كود هي العملية اللي أنا بدي أعملها. واضح؟ أي سؤال؟ هلا نيجي نتطلع هون. عندي هاي instruction البت 15 في اللي هي زيرو، اللي هي هاي البت اللي سميناها اي، اوكي، وهاد اللي هو الادرس. وهذا اللي بضل عنا اللي بحدد شو العملية اللي بدها تتم، اللي هو شو كتب لي هون، اللي هي addition. هلأ هاي شو معناها؟ معناها روح على الميموري اللي رقمها 457، جيب القيمة اللي موجودة فيها اللي هي هيها الاوبرند، واجمعها على الاشي اللي موجود بالاكيوميليتر، وضيف القيمة على الاكيوميليتر. يعني هاي معناها الاي سي الاكيوميليتر بيساوي الاكيوميليتر زائد الميموري لل457. هيك واضحة؟ هيك واضح؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طبعا هذا اللي صار، رحنا على اللوكيشن، جبنا الاوبرند، هيو جمعنا اللي بالاي سي هي من هون للي جاي من الميموري، والنتيجه حطيناها بالاي سي. مين عنده اي سؤال؟ دكتور لو سمحت سؤال. يس. كيف عرفنا ان ال 457 هاي ادرس مش الرقم اللي احنا بدنا اياه؟ لانه هاي زيرو وهاي للاد، تنتين مع بعض. شوي اوضحها اكثر، دقيقه برجع لكم هلا لهدول. شايف التيبل هون؟
تمام. اند واد ولود وستور وهاي اللي هي برانش وبرانش اند سيف ريتيرن ادرس والانكريمنت اند سكيب اف 0 هذول كلهم بياخذوا ادرس. اوكي اذا 0 بتكون دايركت واذا 1 بتكون اندايركت. فانت اي كود موجود قدامك اوكي ببلش اول بت 0 والباقي من 0 ل 6 يعني هيك يعني من عند 0 0 0 0 لعند 0 1 1 0 ومن عند ال 8 اللي هي 1 0 0 0 لعند 1 1 1 0 هذا الرينج كامل اذا بتشوفه بالاوب كود بيكون عندك الكونتنت ادرس مش دايركت مش ايميديت. وضحت؟ اه تمام. نرجع اوكي هيك واضحه. نيجي نشوف الحاله الثانيه اللي هي اللي هي لما الاي بتساوي واحد. هلا لما الاي بتساوي واحد صارت indirect address mode اوكي. فهلا هون هيها الاي واحد العمليه addition الادرس 300. هلا هاي ال 300 هي اللي فيها الاوبرند؟ لا هاي فيها ادرس هيها هون رحنا على 300 وال 300 ودتنا على الاوبرند اوكي. وزي ما حكيت لكم هاي بتفيدني بالبرانشنج بتفيدني لما يكون في فانكشن بتفيدني لما يكون في عندنا لوب هاي الشغلات فبنستخدم هاي الطريقه. هلا ليش؟ لانه احنا بيكون بدنا يعني هلا انت بالسي بلس بلس طبعا دائما انا برجع لكم السي بلس بلس لانه الكونسبت فيها اوضح شيء ودرستوها بدايه البرمجه فالمفروض تكون واضحه بالنسبه لكم. هلا بالسي بلس بلس انت بالمين نفذت ثلاث اربع جمل وجاك فانكشن كول. هلا بدك تنتقل من المين بدك تروح لعند الفانكشن اوكي بدك تطبق الفانكشن. هلا بس خلص ترجع مكان ما كنت. فكيف بدك تعرف وين كنت؟ اللي بيصير فعليا انه قبل ما يروح على الفانكشن بيخبي الادرس بمكان بالميموري فلما ترجع بتروح على هذا المكان بتجيب من عنده الادرس. واضحه؟ يعني هي هاي زي تمبرري ريجستر زي تمبرري ميموري عشان تحكي لك وين ترجع. يعني ال 300 بالعاده حتى هاي بتكون فيكست انه كل ما بده يروح على فانكشن بيروح بخزن الادرس بال 300. واضحه؟ تمام واضح. اوكي هلا صفى معناته الاوبريشن اللي هون بتتم ايش هي؟ اي سي بتساوي اي سي هاي تبعوا على الدياجرام الاي سي هاي وحده جاي من الاي سي وطبعا النتيجه رايحه على الاي سي. هلا شو اللي جاي من الميموري؟ هي زائد الميموري لا الميموري لل 300 يعني روح جيب الكونتنتس اللي بالميموري لل 300 عشان نقدر نجيب الاوبرند عشان نجمعه على الايس. اي سؤال؟ هلا هذا الادرس اللي هون هو اللي فيه الاوبرند وهذا الادرس اللي هون هو اللي فيه الاوبرند. هذا بنسميه افكتيف ادرس يعني الادرس اللي فيه الاكتوال فاليو اللي بدي اشتغل بناء عليها هي اللي بنسميها افكتيف ادرس. يعني انا مش دائما بيهمني الادرس اللي بالانستركشن بيهمني شو الافكتيف ادرس. فالادرس اوف ذا اوبرند ان كومبيوتيشن تايب انستركشن اور ذا تارجت ادرس ان ا برانش تايب انستركشن فهو المكان اللي فيه الادرس اللي بدي اياه او خلينا نحكي الاوبرند اللي بدي اياه هو اللي بسميه افكتيف ادرس. واضح؟ مين عنده أي سؤال؟ مين عنده أي سؤال؟
أي سؤال؟ أوكي. هلأ نيجي نحكي عن الكمبيوتر ريجسترز. هلأ بدي أرجع أحكي إنه عشان نميز أي كمبيوتر أو عشان ناخد ديسكريبشن لأي كمبيوتر أو نتعامل مع أي كمبيوتر نعرف كيف نبنى الهاردوير تبعه، مهم جداً أعرف شو الانستركشن فورمات اللي فيه اللي هو شفناها بالسلايدات اللي قبل، ومهم أعرف كم ريجستر موجود فيه وشو شغل كل واحد من الريجسترز اللي هو الجزء اللي بدنا نحكي عنه. هلأ نيجي نطلع هون. هلأ هاي الريجستر هي اللي موجودة بالبيسيك كمبيوتر اللي نحكي عنه. أوكي خلاص هو هيك اسمه بيسيك كمبيوتر. هلأ حكينا إنه مثلاً الميموري عنا 4096 ضرب 16 وهي شفنا السبب اللي حددنا بهذا السايز. حكينا إنه في عنا الأدرس لازم يكون 11 بت. لهيك الأدرس ريجستر رح سوري 12 بت. لهيك الأدرس ريجستر عنا رح يكون 12 بت. أوكي حكينا إنه الأكيوميليتر الويث لإله بيساوي الويث للميموري فرح يكون 16 بت. هدول حكينا فيهم. حكينا كمان إنه الانستركشن بيكون 16 بت، فعشان هيك الانستركشن ريجستر الاي ار هو انستركشن ريجستر لازم يكون 16 بت. هدول واضحين. هلا شو في عندي اكسترا ريجسترز؟ في عندنا ريجستر اسمه بي سي اختصار لبروجرام كاونتر. هلا البروجرام كاونتر هو بيحتفظ بالادرس للنكست انستركشن تو بي اكسكيوتد. هلا هو اوريدي قاعد بنفذ بانستركشن، هلا بعده راح ينفذ انستركشن ثاني. هلا عشان ما يضيع وين وصل بالبرنامج، كل ما يبلش بانستركشن بخبي على جنب وين انا بعدين بدي اروح، عشان ما يصير عنده لخبطه لانه في كالكوليشنز عم بتتم، ممكن في تعديلات على الريجسترز اللي موجوده. فالريجستر اللي بحطه على جنب وما حدا بيقرب عليه اللي هو مين؟ بروجرام كاونتر، عشان يضل عارف وين وصل بالإكسيكيوشن. واضحة؟ هلا البروجرام كاونتر بده ياخذ أدرس، فراح يكون السايز له من 0 ل 11 لأنه لازم يكون ماتشنج مع السايز للأدرس الموجود عندنا بالسيستم. هلا غير الأكيوميليتر اللي بتتم عليه أغلب العمليات الحسابية، في عندي كمان تو ريجسترز للداتا، واحد اسمه DR Data Register، واحد اسمه TR Temporary Register. فصفى عندي للداتا في ثلاثة ريجسترز اللي هو Temporary Register TR، Data Register DR، والأكيوميليتر. هدول الثلاثة عندهم القدرة انهم يحملوا داتا. اوكي الوحيد اللي عنده قدرة يحمل Instruction اللي هو الIR. اوكي هلأ بضل في عندي two registers، واحد اسمه out register وواحد اسمه in register. طبعا هو output register و input register. هلا مش في عندي input و output devices وبده يصير يعني بدي ابعت داتا لل output device وبدي اقرا داتا من ال input device، سواء كانت monitor او keyboard او printer حسب شو نوع الديفايس اللي عندي. هلا ال input وال output registers هم اللي بيجهزوا الداتا عشان ينقلوها، هم اللي بحضر فيهم الداتا عشان اطبعها. يعني بدي اطبع كاركتر على الشاشه بروح ببعته للاوتبوت ريجستر، بعدين من الاوتبوت ريجستر هو بيطلع على الشاشه. حدا دخل كبسه على الكيبورد بتروح بتجهز بالانبوت ريجستر وبعدين بتطلع من الانبوت ريجستر او بيقراها السيستم من الانبوت ريجستر. هلا ليش السايز بتتوقعوا لهم 8 بت؟ ليش السايز للانبوت ريجستر والاوتبوت ريجستر 8 بت؟ ليش مش زي السيستم 16 بت؟ مين بيقدر يحكي لي؟ لأنه دكتورة أقل إشي بالكمبيوتر بخزنه اللي هو 1 بايت، وال 1 بايت هو عبارة عن 8 بت اللي هو عبارة عن إيش كمان؟ عبارة عن كاركتر. هلأ الأسكي بالضبط لأنه ممنوع أقل من هيك. هلأ الأسكي كود كم كاركتر؟ كم بت سوري؟ الأسكي كود اللي بيمثل 1 كاركتر هو عبارة عن 8 بت. هلا احنا هون كل الانبوت والاوتبوت بيتعامل معه از كاركترز، فهون بيتعامل معهم از 8 بت كاركترز، فعشان هيك السايز 8 بت. اوكي مين عنده اي سؤال لهون؟ هلا مره ثانيه هون بس نرجع نلخصهم. عندي الداتا ريجستر 16 بت بيحمل اوبرند،
الـ AR address register 12 بت بيحمل الادرس، الـ accumulator 16 بت اللي هو بنسميه processor register لأنه العمليات بتتم من خلاله، الـ IR instruction register هو اللي بيحمل الـ instructions 16 بت، الـ program counter حكينا holds address of instruction to be executed مش الـ current instruction اللي هلأ بتنفذ اللي بعده، فهذا الـ program counter طبعاً 12 بت لأنه address. TR زي ما حكينا هو عبارة عن temporary register اللي هو holds temporary data مرات بنحتاجه ببعض المايكرو operations. الانبوت register والoutput register بياخدوا character يا إما بده يطبع على الoutput أو جاي من الانبوت device. أوكي؟ أي سؤال؟ مين عنده أي سؤال؟ ترى اللي حالياً مو فاهم إيش راح يفهم من هذا الموضوع. ما عم بسمعك منيح حمزة. أحكي اللي يعني أنا حالياً صراحة لسه مش كثير مستوعب الموضوع، راح يعني رح نأخذ عليه مثال نفهمه أكثر. هلا هو هذا كله هلا بدنا نشوف الديزاين كيف صار. هو مثال ما في مثال، هو هذا ستراكتشر، هاي الكومبوننتس اللي موجودة عندنا. هلا إحنا بدنا نشوف كيف مشبوكين مع بعض. تمام. هاي عندنا السيستم كامل. اوكي هلا هون اطلعوا عليه شوي شوي عشان نبلش نقرا فيه. طبعا شايفين هذا الدياجرام، هذا الدياجرام يعني وين ما بلشت دراسه من هلا وطالع بهذا التشابتر وبتحط الدياجرام قدامك بعدين بتبلش تدرس. اوكي لانه كل شيء رح ترجع على الدياجرام. هلا اقول لكم تحفظوه 100% لا، يعني حتى بالامتحانات هذا دائما بنجيبه بشيت وبنعطيه للطلاب. اوكي مش انه المفروض انك تحفظه، بس هات في كل الكونكشنز الموجوده عندنا وفي تفسير لكل الانستركشن كيف بدها تمشي بالسيستم. اطلعوا عليه دقيقه بس. اوكي هلا احنا حكينا في عنا ميموري صح، هي الميموري هيها موجوده هون اللي هي بنفس المواصفات اللي حكيناها هي 4 كي في 16. هلا قبل هيك كنا حاكين ان الميموري في لها لازم يكون راي تو ريد عشان نعرف بدها تقرا ولا بدها تكتب، كمان الميموري لازم يكون في الادرس عم بيوصلها عن طريق الادرس ريجستر. هلا هي الادرس ريجستر موجود عندنا، البروجرام كاونتر موجود عندنا، الداتا ريجستر، الاكيوميليتر، الانبوت ريجستر، الانستركشن ريجستر، التمبرري ريجستر والاوتبوت ريجستر. هلا هون شايفين هاي اللي ماشي على يعني اللي حواليه هذا الخط، هدول هيك هدول 16 بت كاملين مع بعض. اوكي هدول هيك بيمثلوا هيك يعني هذا كله، يعني اذا بدي اجي امثله هذا هيك 16 بت كاملين اللي هو بيحملوا كل الداتا اللي موجوده بالريجسترز. اوكي طبعا ما تنسوا اذا انتهت المحاضره على طول يعني اعطوني دقيقتين ثلاثه وارجعوا اشبكوا المحاضره. اوكي بس لانه اعطاني نوتيفيكيشن. هلا زي ما حكينا هذا هو الباص. هلا اطلعوا اغلب الريجسترز والميموري بيعطي الباص، يعني هاي الميموري بتعطي الباص من هون وبتاخذ من الباص من هون. هلا الادرس ريجستر هيو بيعطي الباص من هون وبيقرا من الباص من هون. طلعوا لي على الدياجرام مين الريجستر اللي ما بيقدر يقرا من الباص؟ الاكيوميليتر. الاكيوميليتر لانه الاكيوميليتر حكينا ايش هو؟ بروسيسر ريجستر، هو بيشتغل مع الاديشن الاد اند لوجيك سيركت، اديشن سبتراكشن اندنج، هو بيشتغل مع هدول. اوكي فهو ما بيقرا من الريجستر سوري من الباص، ما بيقرا دايركتلي، يعني هون ما في خط مباشر من الباص لعنده ما في. اوكي هذا مش موجود. طب لنفرض انه انا عندي داتا اوكي بدي اجيبها من الميموري واروح اوديها للاكيوميليتر، كيف بقدر اوديها؟ طلعوا على الرسمه، طلعوا على الاسهم. انا هلا ما بدي احكي بالتفاصيل شو اللي بيصير في الداتا ريجستر. ايه
الداتا ريجستر بالضبط، بنقولها من الميموري للداتا ريجستر، ومن الداتا ريجستر اذا انتبهتوا هيو الداتا ريجستر بيرجع يعطي مين، هيو هون بيرجع بيعطي الاكيوميليتر بس من خلال الادر اند لوجيك اللي موجود عندنا. طبعا الادر اند لوجيك اذا بتتذكروا في عندي ترانسفير للاي صح، مش كان عندي ترانسفير للاي، فاللي داخل بيرجع بمرقه. واضح؟ واضح كيف مبدئيا بدنا نقرا الرسمه. هلا راح ارجع اعيد عليها اكثر من مره، بس واضح مبدئيا كيف بدنا نتعامل معها. اوكي بس خليني اعمل كلير. هلا في عنا هون الاي، شايفينها هاي الاي، هاي عباره عن فليب فلوب. فليب فلوب يعني ذاكره بتحمل بت واحده، هاي بتمثل كاري اوت. هلا الكاري اوت مرات بنحتاجه عشان نعرف الاوفر فلو، الكاري اوت مرات بنحتاجه عشان تكمله الكالكوليشنز اللي عندنا، مرات بنحتاجه عشان نعرف يعطيني انديكيشن شو صار بالسيستم. ف ما بن يعني الكاري اوت ما بنتخلص منه مباشره، بنوديه على الاي لنتاكد انه ما بدنا اياه. اوكي فالاي هو اكستندد بت موجوده عشان تحمل الكاري اوت اللي طالع من الادر اند لوجيك. واضحه؟ طيب هلا شايفين التيبل اللي هون، هذا بيعطيني القيم اللي موجوده للسلكشن لاينز عشان نقرر مين الريجستر اللي الداتا تاعته بدها تكون موجوده على الميموري. اوكي فهاي ايش هي؟ اللي هي السلكشن لاينز اللي جايين هون على الباص. معناته الباص عباره عن ايش؟ شو بتتوقعوا الباص الكونتنت اللي فيه او من جوا مصمم من ايش؟ ماكس. يس عندي هون ماكس. هلا هذا الماكس بعطيه انا سيلكشن لاينز، مثلا اعطيته 100 معناته الداتا لاي ريجستر هي اللي بدها تطلع على الخطوط اللي برا 100 اللي هي هيها داتا الاكيوميليتر. فهلا الباص هو الماكس اللي بقرر الداتا لمين اللي بده يطلعها، يعني هلا الاكيوميليتر هي اللي بتطلع الداتا تاعتها برا، باقي الريجسترز حتى لو فيهم داتا ما راح ينتقلوا لعند الباص لانه اخترنا انه الاكيوميليتر هو اللي يطلع على الباص. اوكي طب مين بده يقرا الداتا هاي؟ هلا طلعوا الداتا مش هي طالعه على الباص، هي راجعه مره ثانيه كانبوت لاغلب الريجسترز ما عدا طبعا الاكيوميليتر زي ما حكينا قبل شوي. مين اللي راح يقرا هاي الداتا؟ مين هيك راح يقرا الداتا؟ بس ايش السؤال دكتور التعديل لو سمحتي؟ هلا الداتا مش احنا حكينا السلكشن لاينز بدي اياهم 100 معناته الداتا اللي موجوده بالاكيوميليتر انتقلت على الباص مظبوط لهون؟ تمام. هلا الباص بيرجع بلف وبرجع انبوت لكل الريجسترز صح؟ ما عدا الاكيوميليتر زي ما حكينا قبل شوي. هيو رجع لعند الكل. رح حسب اذا انفعل لود او انبوت على الريجسترز. هلا بيجي دور اللود. من هدول الريجسترز اللود له اكتف؟ اللي اللود له اكتف بيقرا الداتا، الباقي ما بيقراوها. لهيك اللود بتكون مشبوكه على ايش؟ انه بحيث واحد بس اللي يقرا. شو بتوقع فيه من عشان نقرا؟ في عندي ديكودر صح؟ عشان يقرر مين اللي بده يقرا. واضحه؟ واضح. مين عنده اي سؤال؟ طيب
خلينا نفترض انه انا بدي اعمل ترانسفير من دي ار لا تي ار. عشان اقدر اطلع الداتا اللي بالدي ار على البص شو لازم اعمل؟ لازم اختار السلكشن صح؟ لازم اخلي الماكس يختار الداتا اللي انا بدي اياها. معناته شو لازم يكون السلكشن هون؟ 0 1 1 0 1 1. اوكي طيب عشان اقدر انقل الداتا هلا صار هلا بهاي المرحله بعد ما حطيت السلكشن لاينز 0 1 1 صار البص هذا كله بيحمل مين؟ دي ار. هلا صار البص بيمثل دي ار مظبوط. طيب بدي انقل الداتا هلا بدي انقل الداتا او خليها تتحمل على التي ار. طبعا هي بتتحمل عند الكلوك هاي ما في اختلاف فيها، يعني احنا بنجهز كل شيء. يعني هلا جاهز الداتا عند الدي ار، بجهز التي ار انه يقرا، بس متى بيقرا؟ بيقرا لما يوصل عند الكلوك. اوكي طيب هلا عشان احكي للتي ار هي اللي بدها تقرا شو لازم اعمل؟ التي ار اللود تبعها شو بدي اعملها؟ 1 دي 1 باقي اللود اللي بالسيستم زيروز. اوكي وهون بالنسبه للميموري الريد والرايت شو بدهم يكونوا؟ زيرو. واضحة؟ طيب لو بدي أنقل من الدي آر للميموري أوف مثلاً 100 الرايت خليها زيرو ون الرايت الرايت ون الرايت هاي بدها تصير 1 واللود اللي كانت على تي ار تصير 0 0. اوكي طيب شو كمان بده يصير؟ الادرس عارف انه بده يكتب على الميموري وين بده يكتب؟ على اي ادرس؟ ادرس 100 و 0 0 طيب على ال 100 100 هون الادرس احنا بنعطيك رقم. اوكي بده يقرا بده يكتب على ال 100 ماشي؟ ال 100 وين لازم تكون موجوده اصلا؟ بالاي ار. اوكي هلا كيف بنوصلها للاي ار بعدين بنحكي فيها، بس انا هلا بيهمني انه عشان اقدر اكتب من البص على الميموري بعمل اكتيفيشن للرايت وبدي الادرس يكون اوريدي موجود بالاي ار. فاول شيء بنتقل الادرس اللي هو 100 على الاي ار وبعدين بروح بعمل الرايت فهو بشوف مين الادرس اللي بدنا اياه لانه في دايركت كونكشن هون كمان صح؟ فبنشوف شو الادرس اللي بدنا اياه وبعدين بنشتغل. واضح؟ يعني بدنا نكون مفعلين اللود بالاي ار 1